طيب يا جدعان، احنا عاملين ميتنج من الزوم ده عشان خاطر كابتن جورج. خلاص الحمد لله ادانا الاوكي ان احنا نبدا ننزل ان بيرسون ميتنج ثاني عشان خاطر الدرام لاين. يا جون مش قلت لك مليون مرة تلم هدومك اللي مرمية دي؟ ده انا بقيت بشوف شراباتك اكتر ما بشوف عفش بيتنا. يا بابا قلنا يا عم هخلص الميتنج خلصنا يا يا عم، ابني. الميتنج ميوت في يا ابني ايه؟ ميوت، يا بابا احبك يا بابا يا لهوي ميوت، يا نهار ابيض. يعني زي ما كنت بقول، فعندنا اي ايدياز تحبوا نبدا منين؟ طب ايه رأيكم لو ابتدينا نعلمهم الدرام لاين مارتش؟ انا I like this idea. ايه خلاص خلاص يا اندرو، انت اللي هتبدأ. انا عايزك المسؤول، عايزك تروح تشيك الطبل وتشوف الدنيا هتبقى ماشية عاملة ازاي من هناك، ماشي خلاص وهقولك الجيم بس قشطة. الكونسيبت من هنا. تمام كده؟ يا نهار أبيض، هي السكس جالها كورونا ولا إيه؟ حرام. يلا يا ابني، انت كل ده بتجيب الطبل؟ ايه معلش، انت عندنا بكت زميلة شوية. لسه هندخلها. اه يلا بينا يلا بينا.